السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعرف على كيفية تنزيل إنترنت داونلود مانجر، وكيف نفعله ونحل مشكلة الرقم التسلسلي الذي أدخلته مزيف. ندخل على هذا الموقع إنسين، هذا إنسين داون. سأرفق لكم الرابط تحت الفيديو. هنا سنكتب هنا سنكتب اسم البرنامج اهو ظهر إنترنت داونلود مانجر 6.18.5. نضغط عليه راح تظهر لنا هذه الصفحة. نضغط على داونلود. أنا عندي صفحة محجوبة بس أقدر أطلعها. أو نعمل بدء التحميل أو start download. ننتظر حتى يكتمل التحميل. أكيد سيعجبكم البرنامج، لأن هذا بالنسبة لي هو أحسن برنامج لتنزيل الفيديوهات والبرامج وكل شيء. يا 5 ثواني، 3 2 1، اكتمل. نعمل فتح مجلد. هذا هو سيظهر لكم بهذا الشكل، ولكن نحن نحتاج بعد ذلك إلى تفعيل البرنامج من نفس الصفحة. من هذه سنعمل باتش اند كيجن. Suspicious item has been detected. أهو بدأ التحميل. إذا ما رضي معكم نختار باتش فقط، من غير باتش عند كيجن باتش. اكتمل. هذا هو سيظهر لكم ملفين بهذا الشكل. سنقوم أولا بتحميل البرنامج. نعم. نعمل التالي. نقرأ هذا ونقرأه ونعمل التالي. من هنا أين تريد حفظ نعم استعراض، وأين تريد حفظ الملف. بعدين نعمل موافق. التالي التالي. ننتظر تكتمل تثبيت. هنا أهو ظهر لنا البرنامج. بس في مشكلة، هو تم التسجيل برقم متسلسل مزيف جاري الخروج من البرنامج. نعمل موافق وهنا إلغاء الأمر.
نستخرج الباتش ديسكتوب اهو ظهر هذا الآن هو الباتش. الآن نرجع للبرنامج نفسه، نعمل خصائص فتح موقع الملف، فعلنا بهذا الشكل. نرجع الآن للباتش، نسخ هذا الباتش، نسخ ونلصقه هنا، نعمل استبدال الملف في الواجهة أو استبدال نعمل متابعة. هذا هو، ضروري ضروري انتبهوا انكم تشغلوا، وإلا كأنك ما عملت أي شيء. نعمل نعم، نضغط على كلمة باتش، ستختفي الكلمة، نعمل اكزيت. خلاص الآن نجرب نفتح البرنامج، وهي انفتح البرنامج من دون أي مشكلة. أرجو أن هذا البرنامج أعجبكم، والشرح أيضا نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط لايك إذا أعجبكم الشرح. إلى اللقاء في درس جديد.